الشخشوخه نتاع المسيليه، ها المسيليه. شوفوا شحال حال ديرو، زوج حبات بصله ما تريحهمش بزاف، يجيو شويه ما دغري لهم مخترطين ثلاثه رعاه خلاص. زوج حبات طماطم، طماطم نتاع الباط ها هما كاين مصبرين، زوج مغرف تاع طماطم والهريسه، هذا حشيش اللي بغى يدير بالاخر سمو، اللي بغى يدير باللحم، اللي بغى يدير بالجاج. انا راح ندير بالجاج. ها هو الفلفل، هو خيسر نتاعها كل في الفلفل، وهاي حبه نتاع الحمراء، فلفله حمراء يابسه. ومن بعد نرجعوا، ها هو كاس زيت الفلفل الكحل، الفلفل الاحمر الحار، والحلو والحلو ها هو باكي مغرف منا مغرف منا. ونزيدو واش راح نزيدو؟ كزبر وراس الحانوت. انا ديما راس الحانوت ديما ننساها، وراس الحانوت واللحوم في المرميطه. بسم الله بحسني بسم الله. دروك راح نلوحو في المرميطه، نلوحو البصله ها هي كي البصله، نزيدو فلفل الحار السباب، ونزيدو الحلو مغرف ها هي كي، نزيد فلفل الكحل، ونزيدو فنجان تاع الزيت ها هو كي، الملح نزيدو الملح، نزيدو الملح مغرف، ونزيدو الطماطم هاهما كي، ونزيدو نتاع نتاع الحب، نزيدو الجاج هاهو الجاج، نزيدو كزبر. ما لا واش نقول لكم يا البنات، اليوم فيها شخشوخه راح نشخشوها، راس الحانوت والكزبر شويه كزبر، ومن بعد نزيدو حشيش نخليهم من بعد. حنا نلوحو دروك، نلوحو الحبه الفلفله الحمراء دروك، نلوحوها هاكي كلش نلوحو ونخليه ربع ساعه يتقلى. ها ربع ساعه يتقلى، نلوحو الفلفلة ثاني الخضراء، شخشوخة المسيلة هاي، هذه هي الشخشوخة تاع عندنا تاع المسيلة، شخشوخة مسيلية، هاي شخشوخة مسيلية، مسيلية هاي مسيلية. هاني راح دوك ندلكها ونرد لكم بالاخر. واش درتي لها؟ درتي فيها كل قرصة فيها قرصة ملح، درت الملح شوية سكر برك باش تحمر لي برك. الزيت ما تلوحيش، قالت لك ما تلوحيش الزيت. هاي ونديروها نعجنوها باليابس بالماء، ما يكون ما دافي، تعجني تعجني ومن بعد نعتو لكم البنات. هاي ان شاء الله. ها هو كي البنات، ها هو العجين تاعنا الشخشوخه تاعنا، واش راح ديروا؟ تعجنوها باليابس، تعجنوها كي الشخشوخه تاع الشخشوخه الرقيقه هكاك، يا بعد مسمنات كي مسمنات. انا اليوم راح نجي نشارك يا اختي نعجن لما، ما خي عجنت لك المعجوبه كيفاه جات؟ هيا ما انا خلاص، انا هكاك نية بزاف الحاجة اللي نحط فيها يدي، واش نقول لكم ترقى حنا خضرو الريق. ها العجين تاعك ديما لازم تبعي يبصر تبرو الريق، يا خويا تبرو الريق، كل شيء تبرو الريق حنا، ايه لازم تبرو الريق، ايه المشاهدين العداوية تبرو الريق، ايه ها حنا هي لازم لنا الفيديوهات، كي نديرو الفيديوهات البنات لازم تكون لومبيونس باش ما تملوش. هذه هي حياتنا، هذه شيخو معاكم، شيخو معاكم، نشتيوكم نحبوكم نبغيوكم. شوفوا البنات كيفاه يطبخ، ها ها راكم سمعت، ما تكفريلوش بزاف سي بون. ها ها فانا جينا يصدح لنا يتهبل، ها غطيلو من بعد نبداو نضربو كابرو، هاي اللوزو هما، هاي اللوزو ونحطو وندير لكم اليوم شخشوخة سيليات. ها هو كي البنات، ها هو كي هاي كركبات هما،
ومن بعد تي نعطيو لكم كيف راح نطيبوها. هام ها البنات، هام وحده فوق وحده، هذه هي الشخشوخه تاعنا. نسي ليا كيف ديروها. ها هي هكي ضربوا الكرون، ها ضربوا من الكرون هذيك الساعه وهزوها. ما قولي لهم صافي صافي كشما وحده مسي ليا ولا كومونتات لك اذا عندها اكسبيرونس هي في الحوايج هذه لنا اضافه، ماذا بينا حنا كنستافيدو. انا درك هكذا راح نديرها، حتى انا نعتوها لي هكذا راح نديرها. بصح لكن اللي تعرف كشما وحده تعرف خير من هكا تزيد تقول لي انا ما نزيدو نتعلمو معاها. هاي انا ماذا بيا نزيد نتعلم، نعطيها لي قولي لي كيفاش راح ندير تزيد نديرها. هاي عادي مش مشكل عادي، انا ماشي راح نقول لك لا نعدي لي ولا ما قلتي لي ولا لا لا، يعني مكم كانوا اتباع صافي متخصصين انا قلت لي وحدها هي كيف راح ديريها. هاني درتها ونديرها لكم وشوفوا. صافي كل ولايه معروفه بالاطباق التقليديه تاعها، كيما المسيله معروفه بالشخشوخه المسيليه بسكره دوباره بسكريه. حنا بكري وحنا يا ربي يرحمنا هنا بكري كي نروح ليها دير هذا هكا. بصح دير لهم الاخر، دير له الماركه تاع المرمس، الماركه تاع المرمس دير فيه المرمس البطاطا وديرها لنا. بصح غير قالك لا بطاطا لا والو تيديروها. ديروا صافي غير مره حتى كي يقولوا ما هنايا قال لك تتعلم حتى تموت. اي بدل بنات استفدوا، اي بدل بنات استفدوا، اي بدل بنات استفدوا، اي بدل بنات استفدوا. شوفوا البنات كي لقناها مليح، شافت كيفاه جات لهنا. جات حنا الشخشوخة الشخشوخه سيليا، سيليا هذه حنا كي نديروها بالمرمس، ماركات فيها المرمس. هاي ماركات نديرو فيها المرمس، نديروها حارة حمراء. واحدة هذي تجي حارة، تشري الحوت هذي تشتي الحروج، تشتي الطماطم، هاي تشتي مع الآخر تشتي الزبدة، تشتي الزبدة، تشتي الدهان، تشتي العموك نتاع الكعبوش نتاع الزبدة. كاين غادي يطبخوها الاخرى بلا لحم، وكاين اللي يطبخوها باللحم تاع العجل ولا الدجاج. اللي عنده البكري ديال البكري، واللي عنده اللحم يدير اللحم، اللي عنده الدجاج يدير الدجاج، اللي ما عندوش يديرها بلا لا لحم لا دجاج والو. يكثر شويه توابل برك. هذا ما كان هاي الكرشه البنات، عينا واش راح نديروا لها؟ عينا ضربنا 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 مقتنعش وكل الحاجه درناها، ما الكرش ما يكفيش كل الرياضيات الرياضيات حساب ما عندوش ما عندوش العلم. طايا مامتي مادام خلصنا الباكر يا خراب لي يقرا، شفتي الكري كل حنا كيقرينا عند بويا يا خراب لي يقرا يقول لي ماما ما عندوش القرايه، هي ما عندهاش الحد، حتى الكرش ما عندوش الحد. بصح واحد لازم يتعلم خويا شوي حاجه هكا يبدل، نتعلموا من بعضنا. تعاليق يكونوا تعاليق لازم كي تعلقوا، مثلا حاجه ما عجباتكش خدمتيها انتيزي نعطينا كفالة خدمتيها، بصح تعلقي بالسلبي او كي شويه عيب عليكم واحد يعلق لمرا كبيره بالسلبي. ها اختي ما عندكم صالحه تعاليق سلبيه فتنا مرا ايجابيه. لا اختي انا يا الجمهور تاعي والمتتبعات تاعك الصديقات نتاوعي تبي لي تبعوني ما يسبوني ما ينعلوني. هاي تحب المعاونه يا اختي؟ واش راح نديرو هنا دوكا ساره؟ ها دوك راح نبداو نقصو. الشخشوخه تحب المعاونه، العبداوية راهي طيب من هيك، وانا وخواتاتي البنات رانا نقصو منها. قصي قصي
بسم الله ها هو كاين عند خويا. البنات لوحو شويه شخشوخه ساع الاول نرجع نشوفوها نسقيوها باش تسقى لنا وكل ما تبقى لناش الحمايش نسقيها ونبات بالطباقي ونزيدو لها طبقة وحدة هكذا ها ونزيدو نسقيو داري ها لازم تكون سخونة سكيها بالطبقات سقي طبقة وزيدي طبقة وزيدي طبقة حتى تكملي خاطر باش ما تبقالكش ماهيش مسقية. هذه انا فيهاش البطاطا وفين حنا نشيو البطاطا هاي حنا نمشيو بالبطاطا الجبيلية الجبيلي الجبيلي الزوريخ في الناس سي البطاط هاي البنات دروك نزيدو لها الزبدة هنا هاي البصلة وفلفل كده ها استنى ها استنى هكذا باش نديرو البهاء ومن بعد نحطو الدجاج حطي الزبدة ها ودهان هاهي ها هكذا وخلاص وليت وحمام وليت وحمام بناتي سمحولي قال لي جا قريب عندي يجي ندير له ما درناها بالدجاج ما درناها بالدجاج درك نروحو زحن تقديم ها زحن تقديم مالها درنا غير هنروح المايدة هروح نروحو ها هو كي البنات زحن تقديم وشربوه وردوا لنا بالخبر حتى حنا اليوم رايحين ناكلوه ونرجعوا لكم بالخبر ها الحميس ها تندار مع الحميس ان شاء الله يا ربي تعيطينا ربي الصحه بركوا لهنا ربي يحفظنا ويحفظكم هيا تبقاو على خير تبقاو على خير الحباب بصحتكم تاكلوا ان شاء الله بالصحه والهنا والراحه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي دمتم في رعاية الله دمتم في رعاية الله